بتبدأ الحكاية مع شاب موجود في الشغل بتاعه الوقت متأخر، والشاب ده بيكون يان لسه مبتدئ في شغله وجديد في المدينة هنا، وما بين ما هو شغال الكهرباء بتتقطع عن المكان، وبعدها بيجي شخص اسمه هوجي عنده وبيكون زميله في الشغل وبيقول له تعالى نخرج نشم هوا بره شوية ونتعرف على بعض. وما بين ما هما بيتمشوا في الشارع بيقول هوجي ليان انا انضميت للشركة هنا من 3 شهور ولاحظت انك لسه جاي جديد زيي فقلت اتعرف عليك. فبيقول له هنا انا فعلا لسه جاي المدينة هنا جديد وما كملت الشهر في الشغل، وبيكونوا هما الاتنين لسه مبتدئين عشان كده بيقعدوا يشتغلوا الوقت متأخر، وبيتعرفوا هما الاتنين على بعض اكتر. واثناء ما هما ماشيين بتبدأ السماء تمطر بغزارة، فبيقفوا تحت فندق عشان يحموا نفسهم من المطر. فبيقول هوجي ليان المكان دوت غريب، خلينا نمشي من هنا بسرعة بمجرد توقف المطر. فبيقول له يعني المكان غريب ازاي يعني، ما هو شكله عادي اهو. فبيقول له هوجي المكان دوت اسمه غرفة الهروب، وسمعت ان في حوادث كتيرة حصلت هنا، وان الفتاة اللي بتمتلك المكان ده بتعمل تنويم مغناطيسي او سحر اسود لاي شخص بيدخل المكان، فبتخلي الاشخاص دول مفتونين بجمالها لدرجة انهم بيحلموا بيها في كل ليلة. فبيضحك يان وبيقول له ده كلام فارغ، اكيد ده نوع من انواع التسويق. وبيمسك هوجي وبيقول له تعالى ندخل ونكتشف بنفسنا، بس بيكون هوجي خايف وعايز يمشي عكس يان تماما، هادي ومش خايف من حاجة. ولما بيدخلوا المكان بيكون مفيش حد موجود، وفجأة بتظهر بنت من وراهم وبترحب بيهم وبتعرفهم على نفسها وبيكون اسمها شويو، وبيقول لها يان انا سمعت شائعات كتير عنك وعن المكان. فبتقول له شويو وانا كمان سمعت، بس لو الشائعات دي الصحيحة كانت الشرطة اعتقلتني. فبيقول لها يان يمكن انت بتعرفي تخفي اي دليل. فبتقول له اللعبة هنا شكلها قريب من الحقيقة، عشان كده الناس بتحلم بكوابيس بعد مشاركتهم في اللعبة، وتقريبا الاشاعات بدأت تنتشر من هنا. فبيقول لها يان انا عايز اجرب اللعبة بتاعتك. فبتقول له شويو اللعبة اسمها غرفة الهروب، والقواعد بتاعتها سهلة وبسيطة، هتدخلوا غرفة مغلقة ولازم تحلوا اللغز بتاع الغرفة عشان تنتقلوا للغرفة اللي بعدها لحد لما تحلوا اللغز الاخير، وبكده تكونوا كسبتوا في اللعبة. وبعدها بتطلب منهم يوقعوا اخلاء مسؤولية عشان تضمن انهم ما عندهمش اي امراض زي القلب وارتفاع الضغط او فوبيا من الاماكن المغلقة، عشان لو عندهم اي حاجة من دول ممكن يموتوا بسبب اللعبة. فبيوقعوا هما الاتنين انهم كويسين ومش بيعانوا من اي امراض، وبتقول لهم معاكم ساعة واحدة بس عشان تخرجوا من اللعبة، وسعر اللعبة 80 يان، وبتوريهم جهاز لاسلكي، وبتقول لهم الزرار الاحمر دوت لطلب المساعدة مني، وليكم 3 مساعدات فقط، وكمان تقدروا تتواصلوا مع بعض من خلال جهاز اللاسلكي. وبعدها بتتكلم شويو في اللاسلكي وبتقول لهم جهزوا نفسكم عندنا زبون جديد، لكن بيتضح انهم عندهم عطل في المكان ومش هيقدروا يلعبوا. فبتعتذر شويو من يان وبتقول له تقدر تيجي بكرة. فبيقول لها يان مش مشكلة اشوفك بكرة. وبيكون يان وهوجي ماشيين خلاص من المكان ده، وفجأة النور بيتقطع في المكان كله. فبيحاول يان يفتح الباب الرئيسي بتاع المكان ولكن مش بيعرف. فبيفهم يان ان شويو كانت بتضحك عليهم وان لعبة الهروب من الغرفة بدأت، وبينوروا هما الاتنين الفلاش بتاع التليفون وبيدخلوا المكان اللي كانوا موجودين فيه، وبيلاقوا فيه جهازين لاسلكي موجودين ومفيش حد في المكان. فبيتأكدوا ان اللعبة بدأت فعلا، وبيبدأ كل واحد فيهم يبحث عن دليل عشان يحلوا اللغز، وبيكونوا بيبحثوا في اماكن مختلفة. وما بين ما هوجي بيبحث بينصدم بشبح موجود قدامه، فبينده على يان بسرعة عشان يجي عنده. ولما بيجي يان وبيشوف المنظر ده وبيكون حاسس انه مش حقيقي، وبيقرر يقرب عشان يتحقق من الموضوع. فبيمسكه هوجي وبيقوله ممكن الموضوع يكون حقيقي، ولكن بيختفي الشبح في لمح البصر اثناء ما هما بيتكلموا. فبيقربوا من المكان اللي كان الشبح فيه، واول لما بيدخلوا الممر دوت الباب بيتقفل عليهم. فبيقول يان لازم نبحث عن حاجة تفتح لينا باب جديد، واثناء البحث بيلاقوا احجيه صور متقطعة ولازم يرتبوا الصورة عشان باب جديد يفتح. فبيحل يان الاحجيه بكل سهولة وبيفتح الباب السري، ولما بيدخلوا المكان الجديد الباب السري بيتقفل عليهم. وما بين ما هما بيبحثوا في المكان الجديد ده بيلاقوا ان في رسمتين لشخصين على الحيطة، فبيقفوا مكان الرسمتين دول، واول لما جسمهم بيتطابق مع الرسمة بيتفتح باب جديد. فبيجروا بسرعة عشان يدخلوا الباب، وبيدخل هوجي وبيتقفل الباب عليه ومش بيقدر يان يدخل معاه. فبيقول يان لهوجي ابحث عن اي دليل عندك وانا كمان هبحث هنا. وما بين ما يان بيبحث بيفتح باب تاني، فبيدخله وبيلاقيه شبه غرفة النوم كده، وفي شاشة وهوجي ظاهر فيها. فبيكلم يان هوجي في اللاسلكي وبيقول له انت وصلت الحاجة. فبيقول هوجي انا لقيت باب مغلق ومش عارف افتحه، بس لقيت فتحة سرية وشكل المفتاح موجود بداخلها، بس الفتحة السرية ديت مقفولة ومش عارف يفتحها. فبيقول له يان انا هشوف حاجة هنا تساعدك، وبيلاقي يان بوكس
كهربا، ولما بيفتحوا بيكون لازم يرتب الالوان عشان الكهربا تشتغل. وكان يان لاحظ ان في الوان موجوده اسفل اللاسلكي، فبيرتب الوان الكهربا على اساس الالوان دول، وفعلا الكهربا بتشتغل في المكان كله، وبتفتح الفتحه السريه اللي عند هوجي وبيكون في مفتاح بداخلها. فبيدخل هوجي ايده عشان ياخد المفتاح، وفجأة في حاجة بتربط ايد هوجي وبيكون مش عارف يخرجها، وبيشتغل منشار وبيكون نازل ناحية هوجي وهيقطع ايده. فبيصرخ هوجي وبيطلب المساعدة من يان، فبيحاول يان يوقف المنشار دوت من عنده ولكن مش بيعرف. فبيقول له هوجي شوف عندك اي تلميحات عشان اقدر اوقفه. فبيلاحظ هوجي ان في رسومات لضفدعة عنده وبيكونوا مترتبين بطريقة معينة، واحدة بقها مفتوح واللي بعدها مقفول وهكذا. فبيقول هوجي ليان يجرب يعمل الترتيب دوت في بوكس الكهرباء، وبيعمل يان كده فعلا بيفتح زرار ويقفل اللي بعده، وبينجح الموضوع دوت وبيتوقف المنشار في اخر لحظة، وبيقدر هوجي يخرج ايده وياخد المفتاح، وبيلاقي ان المنشار كان معمول من المطاط اصلا يعني مش مؤذي. المهم بيفتح الباب اللي عنده وبيوصل عند الغرفة اللي فيها يان، وبيكون في باب في الغرفة دي مغلق. فبيبدأوا يبحثوا عن دليل عشان يفتحوا الباب ده، وما بين ما هما بيبحثوا بيلاقوا مذكرة موجودة، والمذكرة دي بتكون السيرة الذاتية الخيالية لشويو، وبيبدأوا يقرأوا القصة المكتوبة. وبتبدأ القصة بشويو لما كانت طفلة وكانت عايشة مع باباها، وكان هو العيلة بتاعتها يعني ملهاش حد في الدنيا غيره. وفي يوم من الأيام مات باباها، وفضلت شويو تبكي لفترة طويلة بعد وفاة والدها، ولكن البكاء مش بيفيد بحاجة، وقررت إنها مش هتبكي تاني ولازم تكون قوية عشان تواجه العالم. وفي يوم وهي بتنظف البيت بتتكسر الأرض بيها وبتلاقي كمية كبيرة من الذهب. باباها كان بيجمع كل الذهب دوت من أجلها، ومن هنا أصبحت شويو بنت فاحشة الثراء، وقررت تجدد البيت بتاعها كله من الأول، فحولت البيت القديم إلى غرفة الهروب. ومع مرور الوقت بقت شويو معروفة في المدينة انها بنت جميلة وسرية جدا، وفي شباب كتيرة كانوا بيجوا لعبة الهروب عشان يلفتوا نظر شويو وتعجب بيهم، ولكن شويو ما كانتش بتهتم بالموضوع دوت ابدا، لانها كانت بتحب شاب والشاب دوت سابها ومشي، ومن وقتها ما بقتش تحب حد بعده. وفي يوم من الايام جه راجل لوحده عندها وقال لها انه جه عشان يلعب لعبة غرفة الهروب، لكنه في الحقيقة جه عشان يموت شويو، وحاولت شويو تقاومه بكل قوتها ولكن فشلت. وبعد ما قتلها خفى جثتها، ومفيش حد قدر يلاقي جثتها ولا حتى الشرطة قدرت تلاقيها. وكانت آخر حاجة مكتوبة في المذكرة أتمنى لو يجدني أحد يوما ما. فبيخاف يان شوية وبيقول ممكن تكون القصة ديت حقيقية، وان شويو ديت شبح ومش بشرية. فبيقول له هوجي مالك يا صاحبي، ده انت ما كنتش خايف من حاجة من اول لما جينا هنا، وانا اللي كنت خايف في الاول، دلوقتي انت اللي خايف. وبيقول له كمان اكيد دي قصة خيالية لغرض التشويق في اللعبة، ويمكن القصة فيها دليل عشان نكسب في اللعبة. فبيقول له يان عندك حق، في دليل فعلا في القصة، والدليل هو كلمة اتمنى لو يجدني احد يوما ما، يعني لازم نلاقي شويو موجودة فينا عشان نقدر نكسب في اللعبة. وبيبدأوا يشوفوا حاجة تخرجهم من هنا عشان يبحثوا عن شويو، وبيلاقي هوجي مصباح بجانب السرير، فبيسحب الحبل بتاع المصباح، وفجأة بيطفي نور الغرفة، فبينوروا الفلاش بتاع التليفون، وبينصدموا من وجود جثة على السرير. فبيقول يان أعتقد دي جثة مزيفة، بس تقريبا هي دي الجثة اللي بنبحث عنها، وبيفهم يان إنها كانت موجودة بداخل السرير. ولما هوجي سحب الحبل الجثة خرجت لبره، وبيلاحظوا إن في جهاز تحكم بين إيديها، فبياخد يان جهاز التحكم وبيكون مش خايف لانها جثة مزيفة. ولما بيستخدم جهاز التحكم الشاشة بتشتغل، وبتظهر في الشاشة شويو وهي نايمة ومش بتتحرك وكأنها ميتة، وبيكونوا هما الاتنين مش فاهمين ايه اللي بيحصل او المفروض يعملوا ايه، وبيبحثوا عن اي دليل تاني في الغرفة ولكن مش بيلاقوا حاجة. فبيقول يان احنا لينا ثلاث مساعدات، ممكن نكلم شويو تقول لنا على مساعدة عشان نعرف نعمل ايه. فبيستخدم هوجي اللاسلكي عشان يتكلم مع شويو، وبيقول لها احنا محتاجين مساعدة، عايزين نعرف نعمل ايه دلوقتي. فبتتكلم شويو وبتقول لهم انا جاي عندكم حالا. فبياخد يان اللاسلكي من هوجي وبيقول لها احنا مش عايزينك تيجي عندنا، احنا عايزين بس مساعده. ولكن شويو مش بترد عليه، وبيسمعوا صوت رجلين جايه عندهم، وفجاه بتتحرك شويو اللي في الشاشه وبتقرب منهم. فبيترعب هوجي وبيقول هي تخرج من الشاشه ولا ايه. ولما بتقرب شويو قوي بتتقفل الشاشه، وبعدها بيتفتح الباب بتاع الغرفه، فبيخرجوا من الغرفه بسرعه. ولما بيخرجوا بيلاقوا شويو موجود
الاوضه بره وبتقول لهم مبروك عليكم انتوا كده كسبتوا في اللعبه. فبيقول لها يان اخر مرحله دي كانت مرعبه وصعبه جدا. فبتقول له شو بس انتم كنتوا شجعان وقدرتوا تكسبوا. وبتديهم ملصقات كنوع من انواع الجوائز لانهم كسبوا في اللعبه، والملصقات عليها شعار المكان اللي هو اكس واي. وبعدها بيروحوا المكتب عندها عشان يدفعوا الفلوس بتاعه اللعبه، وبتشكرهم شويو انهم لعبوا اللعبه بتاعتها، وبتودعهم بوداع غريب شويه، والوداع هو لن اترككم ابدا. وبيستغرب يان شويه من الوداع بتاعها، ولكن بيمشي هو وصاحبه. وبيرجع يان لبيته وبيكون عايش مع والدته، وبيدخل على غرفته على طول وبينام عشان بيكون تعبان جدا. وبيحلم يان بشويو وهي بتقول كلمه بلاك بطريقه غريبه، فبيخاف وبيقوم من النوم وهو مرعوب من اللي شافه، وبيقول ما كانش لازم افكر كتير فيها. وبينصدم ان في رسومات غريبه في كل مكان في غرفته، فبيحاول يشغل النور بتاع الغرفه ولكن الكهرباء بتكون مقطوعه. فبيبص من الشباك بيلاقي الكهرباء شغاله في البيت اللي قدامه، فبيعرف ان في مشكله عنده هو في الكهرباء. فبيحاول يتصل بحد عشان يجي يصلح الكهرباء، ولكن بيكون مفيش شبكه في المكان. فبيقرر انه يخرج هو ويشوف ايه هي المشكله. ولما بيجي يفتح الباب بيكون مش عايز يفتح، وبيلاقي ان في قفل بكلمه سر على الباب، والقفل دوت ما كانش موجود اصلا ولا الرسومات ديت كانت موجوده. فبيبدا يان يشك ان دي مش غرفته، وبيحاول يكسر الشباك عشان يخرج منه ولكن مش بيعرف. وبيسند على الحيطه وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل، وبتبدا تظهر كلمات بالدم على الحيطه، وبيجي الدم على ايده. فبيبص يان بسرعه على الكلام المكتوب، وبيكون مكتوب صار حب الماضي كرها، يعني حب الماضي بقى مكروه، وهنفهم معنى الكلام دوت بعدين. المهم بيصرخ يان بأعلى صوته عشان امه او ابوه يفتحوا الباب، لكن كل ده بدون اي فايده. وبيكون يان في قمه الرعب وصدق ان غرفه الهروب ملعونه، ولكن بيهدي نفسه وبيبدا يفكر ازاي يفتح القفل اللي بكلمه السر اللي على الباب. وبيقدر يخمن الارقام ويحاول لحد لما بيفتح القفل. ولما بيفتح الباب بيلاقي مامته قاعده بتتفرج على التلفزيون ولا كأن حاجه حصلت، وكأن صوت يان لما كان بيصرخ ما كانش مسموع اصلا. وبتكون الغرفه بتاعته رجعت لشكلها الطبيعي. وفي اليوم التاني وهو بيغسل سنانه بيكون بيفكر هو ايه اللي كان بيحصل معاه ده. وبتكون مامته خارجه عشان هتجيب حاجات من بره، ولما بتفتح الباب بتلاقي في واحد واقف ولابس خوذه وبيديها رساله وبعدها بيختفي. وبتكون الرساله ديت جايه ليان، فبتنده الام على يان عشان يشوف الرساله. واول لما يان بيفتح الرساله بيجري بسرعه عشان يشوف مين اللي بعت الرساله دي، بس بيكون الشخص اللي وصلها مش موجود اصلا. وبعدها بيروح يان الشغل وبيقابل هوجي وبيساله هو انت حلمت بحاجه امبارح؟ فبيقول له هوجي اه انا حلمت ان انا كنت في غرفه الهروب، بس دوت طبيعي عشان التجربه كانت قويه وممكن نحلم بيها. وبعدها بيحكي يان لهوجي على اللي حصل معاه، فبيقول له هوجي اكيد اللي حصل لك دوت حلم، بلاش تفكر كتير في الموضوع ده. وبعد لما بيخلص الشغل بيروح يان عند شويو عشان يسالها عن الرساله اللي جات له ويسالها عن الحلم اللي حلمه. وبيدخل يان عندها وبيقول لها انا جيت اشرب قهوه معاكي ونتكلم شويه. فبتعمل له شويو قهوه وبتقعد معاه، وما بين ما هم قاعدين بيخرجوا مجموعه من البنات وكانوا بيلعبوا لعبه غرفه الهروب، فبتودعهم شويو وبيمشوا. فبيسال يان شويو وبيقول لها هو في زباين بيجوا هنا كتير؟ فبتقول له هو انت مفكر ان انت الزبون الوحيد عندي؟ المكان دوت مشهور جدا وبيجي له ناس كتير. فبيقول لها يان انا حلمت بيك امبارح وشفت كلمات غريبه بالدم وكان الغرفه بتاعتي اتحولت لغرفه الهروب. فبتقول له شويو ده طبيعي، في ناس كتير حلمت بيا بعد لما جت هنا. المهم بيقول لها يان طب والرساله ديت تبقى ايه؟ فبتشوف شويو الرساله وبيكون مكتوب فيها رساله من فعل خير، توقف عن لعبه غرفه الهروب. يعني الرسالة عبارة عن حد بيحذر يان انه يروح غرفة الهروب تاني. فبتغضب شويو من الرسالة وبتقول ده اكيد حد من المنافسين عايزين نخسر الزباين بتاعتي. وبتقول شويو ليان اكيد مش انا اللي بعت الرسالة دي. فيان بيكون مستغرب من كلامها بس بيقول لها ماشي انا مصدقك. وبعدها بيمشي يان وبتكون في نظرات غريبة من شويو اتجاه يان، والوقت بيكون متأخر ومفيش غير يان ماشي في الشارع. وبيفكر يان في الرسالة وبيقول شكلها نصيحة من حد لازم اخد بالي كويس. وما بين ما هو ماشي بيحس ان في حد مراقبه وماشي وراه، بس بيروح البيت وبينام. وبيحلم تاني بشويو وبيقوم هو خايف من الحلم، والغريب ان بيكون شكل الغرفة اتغيرت تاني وشكل الموضوع مش طبيعي، ونفس الكلام موجود بالدم على الحيطة، وبيكون في قفل على الباب بس المرة دي عبارة عن صورة متقطعة. فبيرتب يان الصورة المتقطعة دي وبيفتح الباب وبيلاقي مامته قاعدة برضه وبتتفرج على التلفزيون. وفي اليوم التاني لما بيروح يان الشغل بيحكي لهوجي اللي حصل معاه، وبيسأل يان هوجي انت حلمت بحاجة؟ فبيقول له هوجي لا ما حلمتش بحاجة، انا امبارح كنت مشغول ومش فاضي افكر اصلا. وبيقول له بطل تفكير في الموضوع انت كمان، واشغل نفسك بأي حاجة وانت مش هتحلم بيها تاني.
تاني، وما بين ما هما بيتكلموا بتيجي عندهم زميلتهم في الشغل وبتكون اسمها شينو، وبتكون جايبه معاها حلويات وبتشاركها معاهم، وبتكون هي اللي بتعمل الحلويات ديت وبتعجبهم جدا. وبتلاحظ شينو ان يان عنده جزء من شعره خفيف، فبتقول له شينو تسريحه شعرك مميزه وغريبه، فبيقول لها يان دي ندبه وشعري بقى مش بينمو في الجزء ده، وسبب الندبه دي انه وقع من على السلم لما كان في الجامعه واتعور جامد في دماغه وخد غرز كتيره فيها، وتسبب ده في ان يان فقد ذاكرته وكان مفتكر باباه ومامته وشويه حاجات بسيطه. وبعدها بينتهي وقت العمل، فبيودعوا بعض وبيمشوا عشان يرجعوا للبيت، وما بين ما يان ماشي بيلاحظ ان في شخص بيراقبه، فبيختفي يان من قدام الشخص ده فجاه، فبيبدا الشخص يدور على يان، فبيطلع يان من وراه وبيمسكه وبيقول له انت ماشي ورايا ليه وعايز ايه مني؟ فبيقول له انا عايز انقذك. فبيقول له يان تنقذني من ايه؟ فبيقول له من الشيطانه اللي عايزه تموتك. وهنا كان قصده على شويو انها شيطانه، وبيعرف الشخص ده نفسه وبيكون اسمه ليو، وبيبدا ليو يحكي ليان قصته مع شويو، وهو ان من 4 سنين ليو راح عند شويو عشان يلعب لعبه غرفه الهروب، ومن بعدها بدا يحلم بيها كل يوم، والاحلام اللي كان بيحلمها كانت مرعبه جدا، وبيحذر ليو يان منها عشان ممكن تاذيه، وبيديله رقمه عشان لو احتاج مساعده. المهم بعد لما بيسمع يان الكلام ده بيروح عند شويو وبيقول لها انا عايز اتكلم معاك شويه، وبيطلب منها تعمل له قهوه. وبعدها بيقول يان لشويو في واحد اسمه ليو قال عليك انك شيطانه. فاول لما بتسمع شويو اسم ليو ملامحها بتتغير، وبتقول لي يان تعالى نتكلم جوه في المكتب عندي عن السيد ليو، وبيدخلوا هما الاتنين المكتب الخاص بتاعها، وبتقول شويو ليان انت صدقت ان شيطانه فعلا؟ فبيقول لها يان لا طبعا انا استغربت الموضوع بس مش اكتر. فبتقول له شويو بس انت كنت شاكك فيا ان ليا علاقه باللي بيحصل معاك في غرفتك، وفي الحقيقه معاك حق انا ليا علاقه باللي بيحصل لك، بس ده من غير قصدي، وانا ما كنتش عايز اعمل لك حاجه بس انت بتيجي كتير هنا. وبيبدا المكان كله يتلاشى وبتظهر قوه غريبه من شويو، وبتقول له لازم تنسى كل الكلام ده وما تشكش فيا تاني، وبيبدا المكان كله يتدمر وبيكون لونه اسود. وبعدها بيصحى يان وبيلاقي نفسه موجود في مطعم، وبيكون مش فاكر ايه اللي حصل معاه وازاي جه هنا، وكل اللي فاكره ان في شخص اتكلم معاه وقال له ان شويو شيطانه، ومش فاكر اي حاجه حصلت بعد كده. وبعدها بيجي عنده صاحب المكان وبيكون اسمه شين، وبيقول له انا لقيتك مغمى عليك قدام المحل عندي، فدخلتك تقعد تستريح هنا شويه. فبيقول له يان شكرا انا بقيت كويس دلوقتي. وبعدها بتيجي رساله ليان من هوجي، وبيقول له انت ما جيتش الشغل ليه لحد دلوقتي؟ فبيجري يان بسرعه عشان يروح الشغل، ولما بيوصل بيساله هوجي انت حلمت بشويو تاني؟ فبيقول له يان مش فاكر بس تقريبا ما حلمتش بيها. وبعد لما بيخلص يان شغل كان راجع للبيت، فبيقابل شين في الطريق اللي هو صاحب المطعم، وبيتكلموا شويه وبيتعرفوا على بعض اكتر، وبعدها بياخدوا ارقام بعض عشان يبقوا يتقابلوا بعدين. وبعدها بيمشي يان وبيرجع البيت، وبيلاقي باباه قاعد وبيصنع قفل، ودي بتكون شغلانته انه بيصنع قفل، فبيقعد يان يساعده شويه وبعدها بيدخل ينام. وفي اليوم التاني لما بيصحى بيكون عنده اليوم ده اجازه ومش هيروح الشغل، وبيكون ليو بعت له رساله انه عايز يقابله، وبيبعت له عنوان المكان اللي هيتقابله فيه. فبيقوم يان وبيلبس وبيروح يقابل ليو، وبيبدا ليو يقول ليان ان شويو شريره جدا وانها بتقدر تدخل احلامك وتغسل دماغك. فبيقول له يان هي شويو عملت معاك ايه عشان تقول كده؟ فبيبدا ليو يحكي له قصته الكامله مع شويو، وهو ان من 4 سنين محدش كان يعرف غرفه الهروب اصلا، وما كانش فيه معلومات عن اللافته بتاعه المكان، فكانت الناس اللي عندها فضول بس هي اللي بتدخل تلعب لعبه غرفه الهروب، وليو دخلها برضو من باب الفضول. ومن بعدها انتشرت غرفه الهروب ما بين كل الناس، والشائعات بدات تظهر من كل الناس اللي راحوا هناك، كان اي حد بيدخل المكان ده بيحلم بكوابيس دايما، لدرجه ان في ناس اتجننوا بسبب الاحلام دي، وليو كان بيحلم بيها دايما على الرغم انه ما كانش بيروح عندها بس كان بيحلم بيها، وبدات حالته النفسيه في التراجع. وبعدها خسر شغله وبقى عليه ديون كتير، وزوجته سابته وخدت ابنه معاها، وحياته كلها اتدمرت. فبيقول له يان بس شويو ملهاش علاقه في انك خسرت شغلك وبقى عليك ديون. فبيقول له ليو المشكله انها بتظهر في احلامي وانا مش بفكر فيها اصلا ولا معجب بيها. وبيحذر ليو يان وبيقول له ما تروحش عندها
تاني. هي في الاول بتتعامل بلطف مع فارستها، وبعد لما بتفقد صبرها بتموت فارستها. فبيقول له يان عندك حق، لازم ما اشوفهاش تاني عشان ابطل تفكير فيها. فبيقول له ليه، انا لما عرفت انها مش طبيعيه بطلت اشوفها تاني، عشان كده انا لسه عايش لحد دلوقتي. بس انت لو ما قدرتش تبعد عنها وفضلت تشوفها على طول، يبقى انت كده وقعت في الفخ بتاعها وهتموت. وما بين ما هما بيتكلموا بيكون شوي واقفه بره المكان اللي قاعدين فيه، وبتدخل عندهم عشان تسلم على يان، وبتقول له ليه بقالي كتير ما شفتكش. فبيخاف ليه وبيقوم من مكانه، وبيقول لها انت شيطانه ابعدي عني مش عايز اشوفك، وبيمسك فنجان القهوه وبيرميه عليها، فبيجي الفنجان في دماغها وبتتعور. فبيخاف ليه من اللي عمله وبيهرب من المكان. وبعدها بياخد يان شويو للمستشفى عشان تعالج جرحها. وبعدها بيقول لها يان انا لازم امشي عشان هشتري شويه حاجات قبل ما ارجع للبيت. فبتقول له شويو وانا كمان عايز اشتري حاجات، ايه رايك نروح مع بعض؟ وبيروحوا فعلا هما الاتنين مع بعض، وبيشتروا هدوم وحاجات تانية كتير. وبعد لما بيخلصوا بيوصل يان شويو عند بيتها اللي هو مكان غرفة الهروب. وبعدها بتقول له شويو تعال اعزمك على قهوة عشان انت تعبت معايا النهاردة وساعدتني كتير. فبيوافق يان وبيدخل معاها، وبيكون في زباين كتير عندها، وكمان في موظفين شغالين معاها. المهم بتاخد شويو يان للطابق التاني، والطابق التاني دوت بيكون في الغرفة الخاصة بتاعت شويو. وبعدها بتروح شويو تغير هدومها وتعمل القهوة، وبعد شوية بتيجي شويو وبتدي القهوة ليان، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية. وشكل يان كده اعجب شويو، وبيسألها يان انت ليه عملتي غرفة الهروب؟ فبتقوله انها كانت بتحب لعب الالغاز جدا، وكانت وحيدة بعد وفاة والدها، فقررت تعمل غرفة الهروب عشان تسليها بدل ما هي وحيدة. فبيكون يان مش عارف يصدقها ولا لأ. وبعدها بيقول لها انا لازم امشي دلوقتي عشان الوقت اتأخر، وبيمشي عشان يرجع للبيت. وهو ماشي بيقول في نفسه لازم اقطع علاقتي بيها نهائي. وبعد لما بيرجع البيت بيلاقي ان ليه وبعت له رسالة، وبيقول له فيها انت ليه رحت غرفة الهروب تاني، انت عايز تموت؟ فبيدخل يان يلعب شوية عشان يبطل تفكير في الموضوع، وبعدها بينام. وفي اليوم التاني بيروح الشغل بتاعه، وبتيجي عنده شينو وبتكون عاملة حلويات مخصوصة ليان، فبياخدها يان منها وبتعجبه جدا وبيشكرها. وبعدها بتمشي شينو، وبيجي هوجي عند يان وبيقوله انت شخص محظوظ عشان بنت جميلة زي دي بتجيب لك حلويات، وشكلها كمان معجبة بيك، يبقى فكر فيها انت كمان. فبيقول له فعلا هبقى افكر فيها. وبتمر الايام ويان ما راحش عند شويو تاني، وكمان قرب من شينو وبقى هما الاتنين اصدقاء، وبقى مجتهد في شغله وحياته رجعت مستقرة تاني. وفي يوم بيروح يان عند شينو وبيقول لها انت هتمشي دلوقتي ولا قاعدة؟ فبتقول له انا قاعدة شوية عشان عندي شغل اضافي. فبيقول لها يان انا هخرج دلوقتي وممكن اشتري لك العشاء معايا عشان هتقعدي الوقت متأخر. فبتوافق شينو وبتقول له هي عايزة تاكل ايه. ويان بيكون خارج عشان ليو طلب يقابله، وبيروح يان يقابل ليو فعلا، وبيقول له يان انت كنت مختفي فين الايام دي كلها؟ فليو بيوريله ايده، وبتكون ايده كلها جروح ومشوهه، وبيقول ليو يان انا جيت عشان اودعك، انا هسافر من المدينة دي واروح مدينة تانية، انا المرة دي كنت هموت بجد فلازم اهرب من هنا. فبيقول له يان هو ايه اللي حصل معاك بالظبط؟ فبيبدأ ليو يحكي له اللي حصل معاه، وهو في يوم كان ماشي في الشارع وفجأة اغمى عليه، ولما صحي لقى نفسه في مكان مهجور ومربوط بحبل من ايده، والحبل متوصل مع حديدة ضخمة، والحديدة كانت على وشك انها تقع من ارتفاع عالي، وطبعا لما الحديدة تقع هتشد ليو معاها وهيموت. وفعلا الحديدة بتقع من فوق المبنى، ولكن في اخر لحظة الحبل بيتقطع وبينجو ليو من الموقف ده، ولكن بيتصاب باصابات خطيرة. فبيقول له يان مين اللي عمل فيك كده؟ فبيقول له ليو اكيد شويو هي اللي عملت فيا كده، عشان اللي حصل لي ده حصل بعد ما ضربتها في دماغها بالفنجال بيوم واحد. فبيقول له يان انت هتسافر فين؟ فبيقول له مش عارف، هسافر لاي مكان، المهم ابعد عن شويو. وبيحذر ليو يان للمره الاخيره انه يبعد عن شويو عشان طول ما هو بعيد عنها هيكون في امان. وبعدها بيودعوا بعض وبيمشي ليو. نروح بقى عند شينو، وبتكون لسه قاعده في الشغل ومفيش غيرها موجود في المكان كله، وبتكون رايحه تجيب اكل عشان جعانه، وبتكون هتركب الاسانسير عشان تنزل تجيب الاكل. ولما بيفتح الاسانسير بيكون في شخص متخفي موجود فيه، فبتكون شينو خايفة شوية منه، ولكن بتدخل الاسانسير عشان تنزل تجيب الاكل. نرجع بقى عند يان وبيكون رجع للبيت،
فبتقول له مامته عامل لك الاكل عشان تاكل، فبيفتكر يان ان كان المفروض هيجيب اكل تشينو، فبينزل بسرعه وبيروح يجيب الاكل. وبعدها بيروح على الشركه وبيكون مستني الاسانسير ينزل عشان يطلع عند المكان اللي بتشتغل فيه شينو. فبيجي مكالمه ليان من هوجي وبيقول له ان شينو مفقوده ولسه ما رجعتش للبيت لحد دلوقتي، ووالدها اتصل بكل زمايلها عشان يسال عليها ومش عارف يوصل لها. ولما بيتفتح الاسانسير بيلاقي يان الهاتف بتاع شينو، وبيكون في كمان صوره المكان قديم. فبيطلع يان بسرعه المكان الشغل بتاعهم ومش بيلاقي شينو موجوده طبعا، فبيكون حاسس بالذنب عشان كان المفروض يكون معاها. وبيكون الخاطف خد شينو لغرفه مظلمه وغريبه، وبيكون يان راح لغرفه المراقبه عشان يراجع الكاميرات بتاعه الشركه، وبيلاقي ان لما شينو ركبت الاسانسير كان في شخص موجود معاها، واول لما شينو خرجت الشخص ده خرج وراها. بعدها بشويه جه حط الصوره والهاتف بتاع شينو، فبيتاكد يان ان شينو اتخطفت، وبيتصل على هوجي وبيقول له انا راجعت الكاميرات وعرفت ان شينو مخطوفه. فبيقول له هوجي انا هتصل على الشرطه دلوقتي ولو عرفت اي معلومه جديده هكلمك تاني. وبيفضل يان قاعد في مكان الشغل وبيلوم نفسه على اللي حصل. وفي اليوم التاني بيصحى يان وبيكون كان نايم في مكان الشغل، وبيلاقي ان الشرطه موجوده في المكان كله وبيحققوا في عمليه الخطف دي. وبيكون يان قاعد ومش عارف يعمل ايه، فبيجي هوجي عنده وبيقول له تعالى نتكلم مع زميله شينو عشان هي كانت اخر واحده شافتها. وبيروحوا هما الاتنين عند زميلتها عشان يسألوها على اللي حصل، فبتقول لهم انها كانت شغاله معاها لوقت اضافي وبعدين هي مشيت، بس شينو فضلت موجوده في الشغل لوحدها. فبيلاحظ يان ان زميلتها معاها الملصق بتاع غرفه الهروب، فبيسألها يان انت رحت غرفه الهروب؟ فبتقول له اه رحت انا وشينو غرفه الهروب من يوم. فبيقول يان اكيد شويو هي اللي خطفت شينو، مش معقول كل الصدف دي بتحصل كتير كده. وبيجري يان بسرعه عشان يروح عند شويو، لما بيروح عندها بتكون في موظفة واقفة في الاستقبال، فبيسألها يان على مكان شويو، فبتقول له الموظفة دي ان شويو موجودة على سطح المبنى. فبيطلع يان على السطح وبتكون شويو بتتفرج على ألبوم صور وشكلها حزين. فبيجي يان عندها وشكله غاضب جدا وبيقول لها زميلتي اتخطفت والصدفة انها كانت موجودة عندك من يوم، فقولي لي هي موجودة فين دلوقتي. فبتقول له شويو انا مش فاهمة انت بتتكلم عن ايه. فبيمسكها يان من ايديها وبيقول لها انت هتقعدي تحوري عليا قولي مكانها فين. فبتقول له شويو انا معرفش انت بتتكلم عن مين، في زباين كتيره بيجوا عندي، وانت لو متاكد ان انا اللي خطفتها ففي كاميرات بره وجوه المكان هنا، تقدر تطلب الشرطه تراجع الكاميرات وتحقق معايا، بس انا ماليش علاقه باللي حصل لزميلتك. فبيقول لها يان انا من ساعه لما عرفتك وكل الناس اللي بتقرب مني بتتاذي ومشاكل بتحصل لي كتير، واكيد واحده زيك مش هسيب دليل وراها، بس انا في يوم هقدر امسك دليل عليكي، ولو عندك مشكله معايا اذيني انا وملكيش دعوه بالناس اللي حواليا. ويان بيتكلم كده عشان متضايق ان شينو اتخطفت، ولكن بيهدي نفسه شويه عشان يعرف هيعمل ايه، وبتعرض عليه شويو انها تساعده عشان يلاقي شينو. فبيوافق يان انها تساعده عشان هو معوش دليل ضدها اصلا انها خطفت شينو. وبيكون يان عمل نسخه للصوره اللي المجرم سابها في الاسانسير، وبيبداوا يفكروا هما الاتنين يلاقوا المكان الموجود في الصوره ده ازاي عشان ممكن تكون شينو موجوده هناك، بس المبنى اللي في الصوره شكله قديم وممكن دلوقتي يكون اتغير. وبعدها بتجيب شويو خريطه وبتقول ليان لازم نتحقق من المباني اللي تم انشائها من شهور او سنه، لان المبنى اللي معاهم في الصوره كان لسه تحت الانشاء، ولازم يركزوا في المباني اللي حوالين الشركه اللي شغالين فيها، لان اكيد الخاطف ما بعدش كتير عن المنطقه اللي فيها الشركه، لان المنطقه اللي فيها الشركه فيها كمائن وشرطه كتير واقفين فيها، فاكيد الخاطف مش هيعرف يخرج خارج المنطقه دي. فبيقرروا انهم هيبداوا بحث من المنطقه بتاعه الشركه، وبيحددوا كل واحد فيهم هيبحث فين بالظبط، ولو حد فيهم وصل لمعلومه يتصل على التاني ويعرفه. وبيكون يان اتصل على هوجي كمان عشان يبحث معاهم، وبيبدا كل واحد فيهم يبحث في مكان معين عشان يغطوا كل الاماكن في اسرع وقت. وبتكون شينو قاعده في مكان شبه الكابو ومفيش غير فتحه بس اللي داخل منها الضوء اللي هي عند المروحه، ولكن الفتحه دي بعيده وشينو مش هتعرف توصل لها. وبتكون جعانه وعطشانه جدا عشان الخاطف مش بيجيب لها ولا اكل ولا ميه وسايبها كده لحد لما
تموت، وبيكون ين وهوجي بيبحثوا عنها في كل مكان، لكن كل ده بدون اي فايدة عشان في مقاتل مباني في المنطقة، وبيفضلوا يبحثوا طول اليوم على اي معلومة ولكن مش بيلاقوا حاجة. فبيرجع هوجي للبيت وبيروح ين ينام في الشركة برضو. وفي اليوم التاني لما بيصحى ين بتكون شويو بعتت له رسالة وبتقول له في الرسالة انها بحثت كتير امبارح ولكن ما وصلتش الحاجة. فبيقول لها ين شكرا انا هكمل بحث، وبيبحث ين تاني ولكن بدون اي فايدة. فبيكون قاعد في الحديقة ومش عارف يعمل ايه، وعمال يلوم نفسه على اللي حصل لشينو، وبيكون خايف انها تكون ماتت اصلا. وبيبدأ المطر ينزل بكمية كبيرة، وين قاعد في مكانه ومش بيتحرك. فبتيجي شويو عنده وبتكون معاها مظلة، وبتاخد ين من ايده وبتروح البيت عندها عشان ينام ويستريح بدل ما هو قاعد تحت المطر. وبيكون ين تعبان فعلا، واول لما بيحط دماغه على السرير بينام على طول. وبيشوف ين كابوس في احلامه، وبيلاقي نفسه موجود في غرفة ضلمة وغريبة، ودي بتكون نفس الغرفة اللي موجودة فيها شينو. الموضوع غريب شوية ان ين يحلم انه موجود في نفس الغرفة اللي فيها شينو، بس هو ما يعرفش طبعا ان هي دي نفس الغرفة. المهم بيبدأ ين يكتشف الغرفة دي، واكتر حاجة بتكون باينة في الغرفة هي المروحة الموجودة دي. المهم بعد شوية بيسمع ين صوت قوي جدا، فبيقوم من النوم هو خايف من الحلم، وبيلاقي شويو موجودة وبتقول له قوم يلا عشان نكمل بحث. وكان باين على شويو انها معجبة بيان جدا. المهم بتقول شويو ليان انا فضلت ابحث في الخريطة طول الليل لحد لما لقيت مبنى قديم ومهجور وشكله مكان مناسب لاخفاء شخص فيه، ممكن نبدأ بحث من هناك عشان يمكن نلاقي دليل. بيروحوا فعلا عند المبنى ده، وبيكون المبنى شكله غريب فعلا وحصل فيه حوادث قبل كده، عشان كده محدش بقى بيجي عند المبنى ده نهائي بسبب الحوادث اللي حصلت جواه. بس بيدخلوا هما الاتنين عشان يبحثوا عن شينو او اي دليل، وبيقرر ين ينزل يبحث في الكوبو بتاع المكان ده، وشويو هتطلع تبحث على سطح المبنى. وبيكونوا اتفرقوا عشان يقدروا يبحثوا بسرعة، والكوبو بيكون ضلمة جدا طبعا. فبيكون ين منور بالتليفون بتاعه وبيلاحظ ان في غرف كتيرة في الكوبو، بس كل الغرف من غير بيبان. فبيقرر يبحث عن غرفة ليها باب عشان يمكن تكون شينو محبوسة بداخلها. وبعد بحث طويل في الكابو بيلاقي فعلا غرفة ليها باب حديد ومقفول بقفل، فبيحس ين ان شينو موجودة جواها، فبيكسر القفل بتاع الباب بسرعة. ولما بيفتح الباب مش بيلاقي حاجة موجودة في الغرفة، فبيقعد في الارض وبيكون فاقد الامل. فبتيجي عنده شويو وبتقول له انا لقيت دليل، وبيطلعوا هما الاتنين على سطح المبنى، وبتكون في مكتبة قدامهم عليها شعار مميز، والشعار ده موجود في الصورة اللي سابها الخاطف في الاسانسير. فبيشكوا ان شينو موجودة هناك، فبينزلوا بسرعة وبيركبوا تاكسي عشان يوصلهم عند المكان ده. ولما بيوصلوا هناك بتكون الشرطة موجودة في المكان، وبيقابل يان شرطي اسمه يانغ، وبيكون هما الاتنين عارفين بعض عشان الشرطي يانغ كان بيحقق مع يان من يومين في حادثة الاختطاف. المهم بيقول الشرطي يانغ ليان انهم اكتشفوا ان المكان ده هو نفس اللي موجود في الصورة اثناء عملية الانشاء. فبيقول له يان واحنا كمان لسه عارفين المعلومة دي وجينا عشان نبحث عن شينو. فبيقول له يانغ الشرطة بتبحث في المكان مش محتاجين لمساعدتك، وياريت تمشي من هنا عشان انت مشتبه فيك اصلا. فبيمشي يان وشويو زي ما الشرطي طلب منهم، وبتقول شويو ليان اكيد شينو مش موجودة في المكتبة دي لان المكتبة دي فيها ناس شغالة طول اليوم، فالخاطف مش هيقدر يدخل شينو جواها، اكيد شينو موجودة في مبنى قريب من هنا. فبيبدأوا يبحثوا في المنطقة اللي حوالين المكتبة، وبيلاقوا مجموعة من المباني المهجورة. فبيقول يان لازم نتحقق من المباني دي كلها، وما بين ما هم ماشيين بيسمع يان صوت مروحة شغالة، فبيقول ازاي في مروحة شغالة في مكان مهجور زي ده. فبيروح عند الصوت وبيلاقي في مروحة شغالة فعلا، وبيقول انا شفت المروحة دي قبل كده في الحلم بتاعي. فبيقول اكيد شينو موجودة هنا، وبيدخل المبنى ده بسرعة وبينزل للكابو، وبيلاقي في غرفة مقفولة بقفل، فبيكسر القفل بسرعة عشان يفتح الباب. ولما بيفتح الباب بيلاقي شينو موجودة على الارض، فبيجري عليها وبيمسكها وبيحاول يخليها تفتح عينيها، وبتفتح شينو عينيها بالعافية. فبتيجي شويو وبيكون معاها ازازة مية، وبتقول له خليها تشرب اكيد جسمها محتاج لسوائل. فبتمسك شينو الازازة وبتشرب جامد لانها بتكون ميتة من العطش. فبيحضنها يانو وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجة هتكون كويسة،
وبعدها بيكون يان طلب الاسعاف والشرطة، وبتاخد الاسعاف شينو عشان يروحوا المستشفى، وبيشكر يان شويو انها ساعدته، وبيقول لها انا هروح البيت انام عشان تعبان، فبتقول له شويو خلي بالك من نفسك، وبتمشي هي كمان عشان ترجع للبيت. وما بين ما يان ماشي بيجي عند الشرطي يانغ وبيقول له انا عايز اتكلم معاك شوية، وبيكون الشرطي يانغ بيحقق مع يان عشان بيكون شاكك ان يان ليه علاقة باللي حصل لشينو، وبيكون شاكك كمان ان شويو ليها علاقة باللي حصل. المهم بيسأل يان غيان شوية أسئلة، وفي نص الكلام بيقول يان ليان غن هستأذن منك عشان تعبان وعايز اروح انام، وبيمشي يان فعلا وبيرجع للبيت. وقبل ما ينام بيقول ازاي انا حلمت بالغرفة اللي كانت فيها شينو، الموضوع ده غريب جدا ولازم ابقى افكر فيه. وبعدها بينام يان. وفي اليوم التاني بيصحى يان قبل ميعاد الشغل، فبيروح يفطر الاول في مطعم لحد لما يجي ميعاد الشغل بتاعه، وما بين ما هو قاعد بيتكلم مع شويو على التليفون، وبيقعدوا يهزروا مع بعض شوية، وبيشكرها يان انها ساعدته عشان يلاقي شينو. وبعد لما بيخلص كلام معاها بيكون خلص الفطار بتاعه وبيروح على الشغل، ولما بيروح الشغل كان بيشوف الرسائل اللي بينه وبين شويو، وبيكون مبتسم وهو بيشوفهم، فبيجي هوجي عنده وبيقوله شكلك مبسوط النهاردة، فبيقول له يان مزاجي حلو النهارده، فبيقول له هوجي انت لسه بتكلم شويو، فبيقول له يان كلمتها عشان اشكرها انها ساعدتني عشان الاقي شينو، لان انا من غيرها ما كنتش هلاقيها بسرعه كده، فبيقول له هوجي انا ممتن ليها برضو، بس لازم نكون بعيد عنها، احنا ما نعرفش عنها اي حاجه ولا نعرف الماضي والتاريخ بتاعها، وانا لسه شاكك ان ليها علاقه بالمشاكل اللي بتحصل لك، وانها خطر على كل الناس القريبين منك، ده انا حاسس ان انا في خطر كمان وفي حاجة هتحصل. فبيقول له يان عندك حق، ممكن تكون هي السبب في كل المشاكل اللي بتحصل لي، او يمكن شخص تاني هو السبب، فانا هتأكد من الموضوع ده واعرف مين السبب في المشاكل دي. فبيقول له هوجي لو كنت عايز حبيبة فعندك شينو، بنت جميلة ولطيفة وطباخة شاطرة كمان، وعارفين هي مين واصلها ايه، بدل شويو اللي مش عارفين عنها حاجة. فيان بيكون ساكت ومش بيرد عشان بيفكر في شويو، وبيقول له هوجي ان شينو هتخرج من المستشفى كمان كام يوم، فلازم نحتفل بيها. فبيقول له يان اكيد هنعمل كده. وبعد لما بيخلص يان الشغل بتاعه بنشوفه هو ماشي وبيقابل شين اللي هو بيكون صاحب المطعم اللي شفناه قبل كده. المهم بيقول شين ليان هو انت وشويو على علاقة؟ اصل شفتك دخلت عندها من كام يوم ومخرجتش غير الصبح، فاكيد نمت عندها، عشان بيكون المطعم بتاع شين قريب من غرفة الهروب. المهم بيقول له يان الموضوع مش زي ما انت مفكر، شويو دي اصلا عدوتي واكيد مش هكون على علاقة معاها، وكمان انا عايز انتقم منها. فبيقول له شين عايز تنتقم منها ليه؟ فبيقول له يان عشان في مرة شويو دخلتني غرفة الهروب لمدة ساعة، وده كان غصب عنه وضحكت عليه في المرة دي، عشان كده هو عايز ينتقم منها. فبيقول له شين ممكن تنتقم منها بنفس الطريقة، يعني تعمل انت كمان غرفة هروب وتدخل شويو فيها. فبيقول له يان فكرة حلوة وعايزك تساعدني في الموضوع ده. فبيقول له شين هساعدك، بس خطط انت الاول شكل غرفة الهروب هيكون عامل ازاي، وانا هساعدك في التنفيذ. وبيتفقوا هما الاتنين، وبعدها بيروح يان البيت عشان يخطط للالغاز اللي هيعملها في غرفة الهروب، وبيبدأ يخطط ازاي يعمل الغاز صعبة، وبيكون شكله عنده مهارة في موضوع الالغاز وصناعة غرفة الهروب. وكمان زي ما قلنا قبل كده ان والد يان شغال في صناعة الاقفال، فيان عنده خبرة في تركيب القفل، بس بيقرر انه يقوم يبحث شوية عن معلومات يعمل بيها الغرفة. وما بين ما هو بيبحث في الاغراض بتاعته بيلاقي موجود البوم صور اول مرة يشوفه، فبيفتح الالبوم وبيبدا يتفرج على الصور، وبيلاقي صور ليه لما كان في الجامعه، وبتكون الموظفه اللي عند شويو اللي شفناها قبل كده، وبالمناسبه اسمها شينا، كانت متصوره مع يان في الجامعه، معنى كده انها كانت تعرفه وكانوا اصدقاء. فبيقول يان ازاي كانت معايا في الجامعه، ولما شافتني عملت نفسها ما تعرفنيش اصلا، فبيقول اكيد مخبيه حاجه ولازم اعرفها. فبيبعت يان رساله لشويو وبيقول لها في الرساله انا عايز رقم الموظفه بتاعتي شينا، ولما بياخد رقمها بيتصل بيها وبينزل يقابلها، وبتفضل شينا تتكلم عن شغلها وعن حياتها وبتقعد ترغي كتير. فبيقول لها يان ممكن نتكلم في الحاجات دي بعدين، عشان انا عايز اسالك عن حاجه مهمه دلوقتي. وبيقول لها انت اكيد فاكره ان احنا كنا اصدقاء في الدراسه، فبتتغير ملامح شينا وبتقول له فاكره، احنا كنا في نفس القسم بتاع الجامعه وكنا اصدقاء مقربين. فبيقول لها يان طب ليه عملتي نفسك مش عارفاني لما شفتيني؟ فبتقول له انا عارفه انك فقدت ذاكرتك
حضرتك بسبب الإصابة اللي حصلت، وأكيد مش هتكون فاكرني، فمرضتش أضغط عليك وفكرك بالعافية عشان ده ممكن يكون غلط عليك. فبيقول لها يان الموضوع اكبر من كده، انت شكلك مخبية حاجة مهمة عني. فبتقول له شينا ما ينفعش اقولك حاجة عشان انا مش عايز اذيك. فبيقول لها يان تأذيني ليه، هو في حاجة حصلت؟ فبتقول له شينا اكيد هتعرف السر ده في يوم من الايام، بس ما ينفعش اقولك السر مرة واحدة كده. فبيقول لها يان طب انا عايز اعرف حاجة واحدة، هو انت عارفة مين هو الشخص اللي ورا كل المشاكل اللي بتحصل دي؟ فبتقول له شينا انا مش متأكدة بس شكة في شخص معين. فبيقول لها يان مين هو الشخص ده؟ فبتقول له انا اسفة بس ده تبع السر اللي ما ينفعش اقوله. فبيقول لها يان يعني انت عارفة مين وهتسيب الناس اللي حواليا تتأذي؟ فبتقول له انا مش هقدر اوقفه عن اللي بيعمله، حتى لو انت عرفت هو مين ما اعتقدش انك هتعرف توقفه، وكمان لو انت عرفت الحقيقه ده هيسبب في مشاكل اكتر. فبيقول لها يان انا هسالك سؤال واحد، الشخص ده انا اعرفه او شفته قبل كده؟ فبتقول له شينا اعتقد انك ما تعرفهوش. بعدها بتعرض شينا على يان فرصه فوز بسر صغير من الاسرار اللي عارفاها. فبيقول لها يان يعني المفروض اعمل ايه؟ فبتقول له تعمل غرفه هروب صعبه وانا هدخلها، ولو عجبتني هقول لك على سر صغير. فبيقول لها يان موافق انا كنت هعمل كده اصلا. وبيرجع البيت وبيبدا يبحث ويخطط عشان يعمل حاجه صعبه تعجب شينا، وبيأجر مكان قديم عشان يعمل فيه الغرفه، وبعدها بيروح يشتري شويه معدات اللي هيصنع بيها الغرفه، وبيتصل على شينا عشان يجي يساعده زي ما قال له، وبيروحوا عند المكان اللي هيعملوا فيه الغرفه وبيبداوا يجهزوا نفسهم عشان يشتغلوا. وبيشرح يان الخطه لشين وبيفهمه المفروض يعملوا ايه والالغاز هتكون عباره عن ايه، وبيكون يان صمم غرفه حلوه جدا وشين بيكون مبهور بيها. وما بين ما هما بيعملوا الغرفه بيقول يان لشين في حد قالك قبل كده انك رقيق؟ يعني طريقتك فيها انوسه شويه. فبيقول له شين لا محدش قال لي حاجه زي كده، انت اول شخص تقول لي الكلام ده. فبيقول له يان انا اسف انا كنت بسال مش اكتر، بس افتكروا الكلام ده كويس يا جماعه عشان هيكون مهم بعدين. المهم بيكملوا تصميم الغرفة لحد لما بيخلصوا، وبيقعدوا يشربوا مشروب مع بعض ويستريحوا شوية، وبيشكر يان شين انه ساعده في تصميم الغرفة. فبيقول له شين انت اللي صممت الغرفة انا ما عملتش حاجة. وكده بيكون فاضل شينا تيجي وتدخل تشوف الغرفة اللي يان عملها. فبيروح يان عند شين عشان يتكلم معاها، وبيقول لها انا حضرت كل حاجة هتيجي امتى؟ فبتقول له شينا هجيلك بكرة الصبح. فبيقول لها يان تمام هكون مستنيكي، وبعدها بيقوم وبيمشي. وفي اليوم التاني بتكون شينا راحت عند يان وبتقول له انا هدخل والعب في الغرفة اللي انت عملتها، ولو الالغاز عجبتني هقولك على سر صغير. فبيدخلها يان الغرفة وبيقفل عليها، وبيكون هو واقف مستنيها برا. وبعد 40 دقيقة بتخرج شينا عند يان وبتقول له الالغاز كانت كويسة وعجبتني عشان كده سبتلك السر في الغرفة جوه، هتلاقي صورة كده وهي دي بتكون السر. وبعدها بتمشي شينا وبتسيبه، وبيدخل يان عشان يشوف الصورة دي، وبيلاقيها صورة لطلاب بيتخرجوا من الجامعة، وبتكون دي نفس الجامعة اللي يان كان فيها، ولكن الصورة دي القسم تاني في الجامعة، يعني مش القسم بتاع يان وشينا. المهم بيكون موجود في الصورة هوجي اللي هو بيكون زميل يان في الشغل، وكمان بتكون شويو في الصورة، وده معناه ان هوجي يعرف شويو. فبيكون يان مستغرب وبيقول ليه هوجي مخبي عليا الموضوع ده، اكيد في حاجة مش عايزني اعرفها. وبعدها بيجي شين عنده وبيقول له مالك شكلك مش كويس. فبيحكي له يان الموضوع كله. فبيقول له شين اكيد هوجي عنده سر ومش عايزك تعرفه، ويمكن كمان هو ورا كل اللي بيحصل لك ده. فبيقول له يان لا مش هو، عشان شين قالت ان انا معرفش مين الشخص اللي ورا كل اللي بيحصل ده، بس اكيد هوجي عارف حاجة وبيحاول يحميني منها، واكيد في سر بيربطهم هما الاربعة لانهم كانوا في نفس الجامعة. وبعدها بنشوف شينا وبتكون راحت تقابل هوجي، وبتقول له يان عارف ان احنا كنا اصدقاء في الدراسة. فبيقول لها هوجي المفروض ما كانش يعرف حاجة زي دي، ويا ريت ما تتدخليش في الموضوع ده تاني وملكيش دعوة بيان. فبتقول له شينا مش هتدخل في حاجة تاني، بس عايز اعرف ايه اللي حصل في اخر سنة في الجامعة، وايه هو السر الخطير اللي انت بتحاول تحمي يان منه. فبيبدأ هوجي يحكي لها اللي حصل، وهو ان اخر سنة في الجامعة كان يان وشويو مقربين جدا من بعض، ومن هنا بدأت الكارثة لما والد شويو مات، ولما مات كان موجود في غرفة هروب،
وجات له سكتة قلبية، وغرفة الهروب دي كان يان هو اللي عملها. بس يان ما كانش قصده انه يموت والد شويو، ده كان مجرد حادث. بس بعد ما حصل الحادث ده يان فقد ذاكرته، وبعد ما فقد ذاكرته هوجي كان بيحاول يفكره بالماضي، بس كان كل مرة يان بيفتكر الماضي بتاعه كان مش بيقدر يستحمل الحقيقة وبيفقد ذاكرته تاني، لحد لما والد يان خده وسافر بعيد عن المدينة دي عشان ما يحصلوش اي مشاكل تاني. وبعدها شويو فتحت غرفة الهروب الخاصة بيها، والصدفة الغريبة ان يان رجع المدينة تاني، والقدر بيخليه يقابل شويو كمان. وطبعا شويو بتكون عايزة تنتقم لموت والدها، يعني عايزة تموت يان زي ما عمل مع والدها. وبيقول هوجي كمان ان شويو عايزة يان يفتكر الماضي الاول، ويفتكر ان هو كان السبب في موت والدها عشان ضميره يأنبه، واول لما يان يفتكر شويو هتنتقم منه. عشان كده هوجي مش عايز يان يفتكر حاجة خالص، وكان بيحذره دايما يبعد عن شويو، لان مجرد ما يان يفتكر الماضي شويو هتنتقم منه. وعشان كده شويو كانت بتقرب من يان عشان يفتكر الماضي واحدة واحدة، عشان لو هي كانت قالت له الحقيقة كلها كان هيفقد ذاكرته تاني. واخر حاجة بيقولها هوجي لشينا، ما تتدخليش في الموضوع ده تاني وانا هحاول اتصرف. نرجع بقى عند يان، وبيقول لازم اواجه هوجي في الموضوع ده. فبيقوله شين بس الدليل اللي معاك ده دليل ضعيف، وممكن يلاقي عذر بسهولة وينكر انه يعرف حاجة. فبيقوله يان عندك حق، لازم اجمع ادلة اكتر عشان اجبره يعترف بالحقيقة. وبيروح يان وشين الشركة، وبيبحث يان في المكتب بتاع هوجي على اي دليل، وبيلاقي فيه ورقة مكتوب فيها ان هوجي انتقل من القسم بتاعه للقسم ده قبل ما يان ما يجي بيوم. معنى كده ان هوجي جه قسم الشغل ده مخصوص عشان يان. وبيبدأ يان يفتكر اول يوم قابل هوجي، لما حذره انه ما يدخلش غرفة الهروب ويمشوا بسرعة. فبيتأكد يان ان هوجي يعرف شويو وفي سر خطير مخبيه عنه. فبيقول له شين هدي اعصابك يا صاحبي، اكيد لو هوجي عايز يأذيك كان دمر الدليل اللي معاك ده، ومش هيسيبه موجود في المكتب بتاعه بسهولة كده. فبيتعصب يان وبيقول انا هلاقي دليل تاني وهثبت ان هوجي مخبي حاجة. وما بين ما هو بيبحث عن دليل تاني، بيتفاجئ ان شين اختفى من المكان كله، وبيدور عليه في الشركة كلها ومش بيلاقيه موجود. فبيطلع الهاتف بتاعه عشان يتصل عليه، ولكن الغريب ان رقم شين بيكون اتمسح من الهاتف اصلا. فبيتجنن يان وبيقول انا كنت لسه مكلمه على الهاتف عشان يجي يساعدني في تصميم الغرفة. فبيجري بسرعة وبيروح المطعم بتاع شين، وبيلاقي فيه موظفين شغالين في المطعم. فبيسألهم في حد شغال هنا اسمه شين؟ فبيقول الموظف لا مفيش حد بالاسم ده هنا. وهنا يان بيكون في حالة صدمة، وبيكون ماشي في الشارع وشكل حالته صعبة جدا من كتر التفكير، لحد لما بيوصل عند شويو وبيقرر يدخل ويسألها عن اللي بيحصل. والغريب ان ممر الدخول بيكون فيه ابواب كتيرة جدا، وكل لما يفتح باب بيلاقي باب تاني، لحد لما بيوصل لاخر باب وبيلاقي سلم طويل جدا وشويو واقفة فوق. فبيطلع يان السلم عشان يوصل عند شويو، وبيسألها هو ايه اللي بيحصل هنا. فبتقوله لازم تفتكر كل حاجة دلوقتي، وبتواجهه بكلام غريب جدا، وبتقوله في الاخر انت وجودك خطأ. وبتدفع يان من فوق السلم الطويل ده، وبيقع يان في دوامة سودة ملهاش نهاية. وبيصحى فجأة بيلاقي نفسه موجود في المستشفى، ووالدته موجودة جنبه. فبيسألها يان ايه اللي حصل؟ فبتقوله انه اغمى عليه في الشارع والناس جابته هنا. وبيكون يان عقله مشوش ونسي اخر شهر من حياته، ونسي كام حاجة كمان كده. ولما بيجي يشوف التليفون بتاعه بيكون مفيش غير رسائل بينه وبين والدته، يعني الرسائل اللي بينه وبين شويو مش موجودة على التليفون اصلا، ودي حاجة غريبة طبعا، بس تقريبا شويو اللي مسحت الرسائل. المهم بعد لما بيخرج من المستشفى بيروح الشغل، وبيكون مش فاكر معظم زمايله اللي موجودين معاه، وبيفتكر اسم هوجي بالعافية بس مش فاكر اي ذكريات حصلت بينهم. المهم بعد لما بيخلص الشغل بيقابل 3 اشخاص من الشركة، فبيقول دول اكيد زمايلي بس بيكون مش فاكر اسمهم. المهم بيقولوله انهم هيروحوا في استراحة الغدا لغرفة الهروب، وبيعرضوا عليه انه يجي معاهم. فبيقول لهم موافق يلا بينا، وبيكون يان مش فاكر شويو نهائي. وشويو لما بتشوفه بتعمل نفسها مش عارفاه. وما بين ما هما بيوقعوا لبدء اللعبة بيكون في شخص بيدخل المكان، وبيدخل ببطء لحد لما بنعرف ان الشخص ده شين، وبيعدي من وريان وبيدخل غرفة تغيير الملابس، وبيغير شين هدومه، وبيتضح ان شين بنت اصلا مش ولد. عشان كده يان قال لها قبل كده ان طريقتك فيها انوثة شوية، وبتكون البنت دي شغالة مع شويو، وهما الاتنين بيكون هدفهم يان.
وبيخلص الانمي على كده. نهاية غريبة ومفتوحة شوية، بس اعتقد ان شويو هتفضل وريان لحد لما يفتكر وتنتقم منه، او ممكن تخليه يتجنن ويفقد الذاكرة بتاعته كل مرة، وبكده تنتقم منه ببطء وتلعب بيه براحتها. اكتبوا رأيكم انتوا كمان في النهاية. وبس كده، معرفش في موسم تاني هينزل ولا لا، بس اكيد لو نزل هعمل له ملخص برضو. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.